أهلا وسهلا فيكي منى ستيوارت. أنتي تعملي في مجال إخراج وإنتاج الأفلام، والليلة إحنا على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي It's Better to Jump. هو من إخراج مشترك بينك وبين باتريك ستيوارت وجينا أنجيلون. في البداية تخبرينا كيف إجت فكرة الفيلم ولماذا تم اختيار مدينة عكا بالتحديد؟ اجت الفكره بالصدفه تماما، لانه كنا برحله عائليه اول مره نروح انا وزوجي واولادنا الاثنين بصيف 2011. فمن ثاني يوم كنا قاعدين على مطعم بمطعم على سور البحر وين سور عكا، وبلشوا يجوا شباب وصبايا على السور وينطوا. هاي اول مره نشوف المنظر هذا، وضلوا ينطوا لحد ما غابت الشمس تقريبا، صارت الدنيا تعتم. اخذنا كم من صوره ورجعنا على احنا مقيمين في لوس انجلوس، ورجعنا ومر كم من شهر وصادف انه نطلع على الصور، وفكرنا انه ممكن يكون فكره لنبحث نحكي عن الوضع الفلسطيني، عن الوضع ال 48 بطريقه غير مباشره، اللي هي طريقه الشباب اللي بينطوا عن السور، لانه فيها مثابرة وفيها تفاؤل وفيها استمرارية. للي بيشاهد الفيلم بيلاحظ انه في تنوع في الشخصيات او في الاشخاص اللي قابلتوهم، يعني سواء من ناحية الاعمار او مستوى التعليم او الطبقة الاجتماعية. تخبرينا اكثر عن الاسس اللي اتبعتوها لمثل هذا الاختيار، وهل هناك هدف وراء هذا التنوع؟ كان الهدف انه نفرج التعدد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، اللي طبعا بفرجيكي مين هم اهل البلد، بالذات لمجتمع غربي اللي عنده فكره محدده او يعني ضيقه لشو مين هدول الناس، مين شو اوضاعهم. مهم تفرجي كمان الظروف، انه الحسنات والسيئات، مش بس الصوره اللي تماما ايجابيه او الصوره تماما السلبيه، بدك تفرجي التعدد من كل النواحي. من خلال عملك بهذا المجال، برايك يعني ما هي أهمية الأفلام ودورها خصوصاً الوثائقية منها في إيصال صوت الفلسطيني أو صوت القضية في ظل الاحتلال؟ من خلال مشاركتي بمهرجانات، ومنها طبعاً كان لجنة حكم مرات، لقيت أنه في عدد، يعني دولة فلسطين تاخديها جغرافياً بلد صغير وعدد سكانها مش هالقد، يعني ملايين الملايين الأشخاص، عدد صغير مقارنة لبلاد عربية تانية، أنه بس في عدد هائل من الأفلام، عدد منيح بنعمل كل سنة عن قضية فلسطين وعن الاحتلال وهي الشغلات. وفي منها يعني لازم الواحد يقول إنه مسؤولية كبيرة إنه الموضوع يندرس بجدية وينعمل بجدارة، لأنه مع هاي المسؤولية عندك فرصة إنه توعي، عندك تغيير الرأي العام، تقفي الناس بالطريقة السليمة، إنه كيف يقدروا يتفاعلوا مع توعية أنفسهم أولاً، وخلق الانتماء لإلهم أولاً، وتوعية الآخر. الفيلم انعرض بعدد من المهرجانات السينمائية، وكثير منها مهرجانات دولية أو أجنبية. يعني حابين نعرف أكثر كيف كان تفاعل أو ردة فعل الجمهور الأجنبي تجاه الفيلم في ظل ما يعرف بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. واجهنا بعض الصعوبات في بعض المهرجانات، وكنا متوقعين الحقيقة، يعني ولو إنه الفيلم تبعنا ما بيجي بطريقة عميقة بالسياسة، أو يعني والحقائق اللي بحكيها أشياء موثقة ومعلومات يعني ما فيها جدل، بس في أماكن زي نيويورك، زي لوس أنجلوس، زي سالونيكي، أو بتروحي على الفلبين، بتلاقي حضور من ناس يعني اعتقاداتهم بتتعارض مع اللي أنت بتحكيه وبتجادلك فيه ولو أنه حقائق. بس بالرغم من هيك كمان في إشي كمان كانت كتير إيجابية، أنه فيلم انعرض بالمكسيك أو بالفلبين كان في كتير تجاوب وتعاطف، لأنه هم بيواجهوا نفس الظروف،